الموسيقار ناصر الصالح. ونعم. اي انت بينك وبينه قصه، وش سالفه الالبوم اللي بينك؟ والله شوف، ناصر الصالح ترى اعرفه من سنين، مو وليده الان. ناصر طبعا تعرفت عليه، كان يجي الواحد من زملائنا برضو اسمه خالد الدغش الله يمسيه بالخير، فكان وقتها ما كان ملحن اصلا، كان فنان. اي كان فنان يغني، تعرف ذاك الوقت اللي ما مثل يقول يعك في نفسه ولا ما يطلع بسهوله. فاذكر امسي عليه بالخير يستاهل والله ابو صالح، قال لي يا اخي ودي اسجل انا وياك شريط. قلت له ما عندي مشكله، عامر انت عامر. فطلعنا من الرياض لين الشرقيه، كان عنده في سكن هناك، يبدو لي ما زال ساكن هناك. سجلنا شريط انا وهو، بعد ما خلص ركض على المسجل وخذه وحطه في مخبه، خلنا نسمع. قال ابد ولا تسمع ولا شيء، يخشى ان ايش؟ ان ناخذ الشريط منه. فهذه كانت يعني. وللحين ما تدري وين هو ولا سم؟ للحين ما سمعتوه؟ والله لا، انا بالنسبه لي لحد الان ما سمعته. لا بندور عليه عند ناصر، هو لازم تتصلون بناصر ويطلع اهله. لا بنجيبه ان شاء الله، نمسيه بالخير ابو صالح. طب احنا وصلنا للنهايه، انا في كان عندي كثير طلبات انا يعني نختم فيها. بالغواني مثلا، خلف السوار، ايش ودك؟ شيء عدني انت ودك فيه؟ الخيار لك. أضحك أنا للغير وأبكي على روحي، كني كسير الطير حاير ومجروحي. أضحك أنا للغير وأبكي على روحي، كني كسير الطير حاير ومجروحي. أجامل العذال ليكشفون الحال، أجامل العذال ليكشفون الحال، صابر وصبر يطال هيض علي نوحي. حبايب شين ما منهي مصلوحي، وينك يا نور العين أبكي ولا توحي. فرق الحبايب شين ما منهي مصلوحي، وينك يا نور العين أبكي ولا توحي. أبكي على فرقك عايش على ذكراك، قلب العنا يفداك للهم ما يوحي. يلا عسى بلواي لهباب مفتوحي، وعيش انا دنياي بفرح ومزوحي. وهنا بقرب الزين فرحة وقرت عين، وانسى شقا عمين واروي عطش روحي.